يوسف، 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 شباك لك شو عامل؟ هي لحظة الجنون هلا. لحظة لحظة، شو عم تعمل؟ شو عم بعمل؟ رو بدك اقول لك كيف كنت انزل؟ لا لا رو طالع لعندك. لحظة لحظة لا طلعت اقول لك كيف كنت انزل جايك. لا لا، مش حلم الانسان يطير؟ بالمطلق خيي حلمه يطير. انا عن حقه حقيقه. لا انت بتصدق انه نطيت من هيدي الزاويه بهاي الشمسيه؟ مش بهاي يعني، مش شمسيه مثلها، كان عمري شي 10 سنين، جيت تحت لهلا بعدني بعرج. لحظه هلا كان حلمي يطير، مش هيك متفقين على شغله؟ حلمي يطير، كنت اطلع لانه بحب كنت. لحظه احسن ما تعمل هلا. اوكي، ما اعملها بالغلط. تمام، تعملها بالغلط. بس انت متخيل ما على الكاميرا كيف تبين من هون بعيده؟ جيت تحت انا، كنت نط بالشمسية. هيدي زمطت من الموت. ايه، كنتفق. هيدي اكلت قتلة ليه مهمة؟ يعني انت زامط من الموت؟ هي زمطت من الموت، ما حدا اخوي، يعني اعتبرت انه الشمسية هي الباراشوت. يعني شو عملت الشمسية؟ بس فتحت ميشيل، بتخيل بس يكون في عاصفة كيف تعمل؟ بتعمل هيك. ايه، بتفتح بالعكس. بتفتح بالعكس، ما هيك؟ يعني عارفوا الناس كيف. صح. ففتحت بالعكس، ما عادت تحمل لانه تقلق اكثر، فجيت خابط تحت. كلنا بنحلم نطير على فكرة، هيدا حلم مشترك. هلا طرت انا. انت طرت عن جد سيرا على الاقدام وزمطت، يعني والارض مدى المدى تبعي. ايه، حلمك بالطيران يعني هو حلم انك تروح لمطرح. ايه، تبعد هالولد هالطفل هالمراهق، مش تروح تطلع. تطلع تروح تطلع، تما نختلف على التسميه. وين ايه كان حلمك تطير؟ لوين انت وصغير؟ كنت بحب اشوف الدنيا من فوق. كنت احسد، اول ما سافرت انا وصغير بالطياره كنت عندي متعه اطلع من الشباك تشوف المينياتور تبع كل شيء. شوف ايه من فوق، هالنظره من فوق. بس حلم الطيران، الهدوء تبع تبع الطيران، اظن انه رح يكون العصفور مبسوط فيه، يعني هذا الهدوء اكيد تبع الهواء. طب وحلم يوسف الولد شو كان؟ بالمعنى تبعه كان كل شيء فيه تحدي، ريسك، كل شيء فيه مواجهه، كل شيء فيه حتى صعب لو في على الطبيعه الانسانيه، حتى لو في كسر. ما كنت تفكر بالعواقب، تفكر بالتجربه كانت بحد ذاتها. ايه، انك تعملها. والولد بيكون متسرع باشياء الطيشه، يعني مثل على كبر بيكون متسرع بقراراته ايام، مش هيك النضج بس يجي على كبر ما بخليك تعمل هيك شغله، بتصير تحسب تداعياتها. طيب لنرجع ليوسف الطفل المراهق، اذا عم نحكي عن الاحلام، بوقتها كنت تحلم انك تصير ممثل؟ لا ما كان موجود، ما كان يدور. لا ما كان، كنت تحب السنتر اوف اتنشن، يعني كنت تحب كون مركز محط الاهتمام. يعني دائما بحب اوقف اخطب بالناس، يعني فكره المسرح بغض النظر عن فكره المسرح. المسرح الناس ستيج تواجه، تكون اعلى ارتقاء بافكارك بكذا، الجنون خليك. ما فيك تكون مش مجنون، ما فيك تكون فنان مش مجنون. اذا فنان ميثوديك وعلى قد تطلع هيك مثل واحد مكبل، بدك تفلت تطير، بدك تطير، بدك تطير، بدك تتحرر من كل شيء وما تتعلق بشيء. هلا نحن كل هالفقره عم نحوم حول البيت. ايه، مش رح نفوت؟ ما فتنا رح نفوت على البيت؟ ما فتنا دخلات؟ انت جيت لعندي. فتنا لهون، فتنا عقلك على قلبك. بس عارف شو؟ انا عم فكر بشغله. تعال نطير، يلا يلا روح، يلا 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 لا شوف، تعال شوف يا زلمة. لا اي ولد، لحظة، إذا في ولاد عم تحضر، إذا بتريدوا ما تجربوا هالشيء. الغلطة بليز، ما حدا جرب الغلطة، إنه بالهلا ما حدا جرب. تعال أنا بدي طيرك بغير طريقة، ولو نحن فنانين بنحلم. القط معي، يلا 1 2 3 يلا. هوب.